ظهرت حيتان الأوركا المرعبة والمفترسة على شاطئ شمال المملكة، وتحديداً في ساحل مرقالة بطنجة، حيث تداول نشطاء مغاربة مقطع فيديو حصري اليوم الأربعاء عبر منصات التواصل الاجتماعي. تم تصوير هذا المقطع لأحد أنواع الحوت القاتل المعروف بالسفاح الأوركا وهو يسبح قرب أحد الشواطئ بمدينة طنجة، مما أثار قلق المصطافين خاصة مع اقتراب موسم الصيف. حوت الأوركا أو السفاح الأوركا معروف بسلوكه الهجومي على البشر، مما جعل المصطافين يشعرون بالقلق خصوصا مع اقتراب موسم الإقبال على الشواطئ. وقد تم توثيق هذا الحادث بواسطة مقطع فيديو صوره أحد المواطنين من الشاطئ، حيث أظهر الفيديو اقتراب الحوت من الشاطئ بحجم كبير. وفيما يتعلق بخطورة حيتان الأوركا، أكد بحار من المنطقة أنها حيوانات خطيرة للغاية وذكية، وأن خطورتها قد تهدد البحارة في وسط المحيط بعيداً عن السواحل، حيث غالباً ما تأكل الأسماك العالقة في شباك الصيد.